عايزة 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 عايزة. في ايه يا عبد الحميد؟ اللي من فار؟ لا يا اختي، ده المرتب هو اللي فار. طب ادفي عليه. ادفي ايه يا عايزة؟ زودوا لنا المرتب، خدت علاوة وضعف المرتب. عبد الحميد. نعم. سلامتك يا حبيبي، تعيان فعلا سخن. يا ستي انا مش عيان ولا سخن، ما هو الكلام اهو. ايه ايه اللي بنفسي؟ مش مصدقك يا عبد الحميد، انت عايزه تصحيني وخلاص. وريني ايه مضاعفة المرتبات الخاصة لمين؟ بالمعلمين. للمعلمين؟ يا لا لا إيه؟ عايدة عايدة برضو عملت كده يوم ما جيت اخطبك. عايدة يا إلهام يا سهام يا ريهام يا هيام يا بلوتي يا مصيبتي، تعالوا كلكم. ايه يا بابا؟ ايه يا بابا؟ ايه يا بابا؟ عملت لها ايه يا بابا؟ امكم اغمن عليها. انا جيت افرحها اقول لها المرتب زاد الضعف، اغمن عليها على طول. ايه ده بجد يا بابا؟ مرتبك زاد الضعف؟ انا فرحانه قوي. فرحانه يا موكوسه انت وهي وهي وهي، سايبيني مغمى عليا وفرحانين لوحديكم؟ يا عايده يا عايده، سيب البنات تفرح يا عايده. المرتب زاد بقى 150%. ايه ده؟ يعني الضعف ونص. ونص 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 انا مش داخل الامتحان يا عايد. لا هتخش الامتحان يا عبد الحميد. انت عاوزه العيال يضحكوا عليا؟ الله، انت عايز تفهمني انك خايف من العيال؟ ايوه. لا ها، مش عارف. لا بقى، ده انت خايب وبليد. انا مش خايب وبليد، انت اللي خايبه وما منكيش فايده. يا عبد الحميد، اللي ما يصبر على الشغل وكده يصبر على الفقر وشده، وانت عندك بنات على وش جواز. وانا ما اقدرش اروح انا الامتحان والعيال يضحكوا عليا، انا عندي كرامه. وانا عندي بنات. وانا مش داخل امتحانات. يوه يا حبيبي افهمني بقى، اللي يشتغل بايده ربنا يساعده ويزيده. واللي يروح الامتحان وهو كبير، اللي يروح الامتحان وهو كبير، اللي يروح الامتحان وهو كبير يبقى عيل صغير بشورت وبشكير. مش هروح الامتحان. ايوه، تلاميذي يقولوا عليا ايه، مدرسين اللي عندي يقولوا عليا ايه، سيبك من دول ودول، ابو تريكه نفسه يقول عليا ايه. طب عيني في عينك كده. اها. لا بص لي هنا. اها. انت خايف تسقط يا عبد الحميد؟ عبد الحميد ما يخافش الا من اللي خلقه وبس. وبس عارف بس ده ايه؟ ده الامتحان يا عبد الحميد. لعلمك يا استعيدة، انا ممكن انجح بوش رجلي، بس انا مش عايز. ليه يا حبيبي مش عايز؟ يا ريت وريني. عايدة، انا مش عاوز ادخل معاكي في دور عند. لو انت صادق، ده انت هتخش دور تاني. دور تاني؟ انا لو دخلت الامتحان هنجح. لا مش هتنجح. هنجح يا عايدة. مش هتنجح يا عبد الحميد. هنجح يا عايدة، ونادر عليا اول ما انجح ايه هطلقك.